حلقة جديدة من برنامج حلو حادق معاكم سالي فؤاد. احنا مع بعض على الهواء، والحلقة دي مهمة جدا 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 لانها حلقة زي العشر نصايح. هتكلم فيها عن مثال ليوم رجيم او اليوم نطبق فيه العشر نصايح. طبعا انا مش بحب كلمة رجيم خالص، بس عشان المفهوم عند ناس كتير احنا عايزين نظام نمشي عليه. نظام يعني رجيم، مش معنى رجيم يعني رجيم حاجة مش شرط بحاجة قاسية، هو بس نظام. فأنا قلت الحلقة دي هتكلم فيها عن إزاي نطبق العشر نصايح في يومنا. بس الحلقة دي مش العشر نصايح نفسها، العشر نصايح تتضمن حاجات كتيرة جدا، والعشر نصايح الحلقة نفسها موجودة على يوتيوب، وبنكتب 10 نصايح سالي فؤاد هنلاقيها على يوتيوب 28 دقيقة. الحلقة دي بوضح انها ملخص العشر نصايح ازاي نتبعها يوميا، بس هي مش كل العشر نصايح، في حاجات تانية في العشر نصايح مش موجودة هنا. ده بس عشان نسهل على نفسنا او نبقى فاهمين احنا يومنا ده طب هناكل فيه ايه. فهي دي الفكرة. اللي انا عايزه اقوله برضو ان ده الكلام ده كله للناس اللي ما عندهاش مشاكل صحيه، ومش للاطفال الصغيره، يعني ده للناس اللي سنا مناسب من اول 14 15 سنه ممكن، وما عندهاش مشاكل صحيه. طيب نبتدي. اول حاجه دلوقتي الصبح، احنا اول ما بنصحى من النوم بنبقى عادة زي، او هو طبيعي ان الواحد اول ما بيصحى من النوم بيبقى عامل زي الصايم، لان هو ما كلش طول الليل اي حاجة ولا شرب اي حاجة. فاحنا صاحيين من النوم زي الصايمين، مهم جدا ان احنا نبتدي بفطار او نبتدي بحاجة نكسر الصيام ده، علشان نخلي جسمنا يبتدي يخش في حالة حرق. يخش في حالة حرق ازاي؟ لازم نكسر. لو ما كسرناش وقلنا احنا هنبتدي يومنا مش هناكل فيه حاجة، زي ما كل الناس بتعمل الغلطة دي، زي ما أنا أولهم عملت الغلطة دي ودخلت فيها كتير وندمت جامد، إن أنا أبتدي يومي وأقول أنا مش هفطر حاجة خالص، أنا مش هاكل، أنا هبتدي رجيمي بقى وعندي إرادة قوية جدا ومش هاكل أي حاجة النهاردة علشان أخس. ما بخسش، هو أنا بخس، بس بخس مية، بخس عضلات، بس عمري ما هخس دهون، عمري. وبتنتهي بعد كام يوم وإرادة صارمة، ان الواحد بعد كام يوم بيفقد الارادة دي ويبتدي ياكل. اول ما الواحد يبتدي ياكل خلاص كل اللي احنا خسيناه ده بيزيدوا وعليهم حبة كمان، لان احنا فقدنا حبة حلوين من عضلاتنا الحلوين. الكتلة العضلية دي اول حاجة الجسم يروح واخد منها هي والمية، ما بياخدش ابدا من الدهون الا لو برجيم صح. اول حاجة نطمنه نصحى من النوم ناخد حاجة. ناخد ايه بقى؟ هناخد زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام كان وصى، نص كوباية مية عليها معلقة عسل بندوبها. سبحان الله، بتخلي نص كوباية المية دي كأنها عسل، بترتبط بالمية وتتحول كأنها عسل. طبعا المعلومات دي يعني مش مهم، يعني مش هو ده اللي أنا عايزة أقوله دلوقتي. أنا عايزة أقوله إن معلقة العسل دي عايزة ناخدها أول ما نصحى علشان نكسر صيامنا. مش عايزه اوصل دلوقتي فكره علميا ان نص الكوبايه ديت كلها اتحولت لعسل، يعني الله اعلم. لكن اللي انا بقوله هو ان احنا المعلقه الصغيره دي هتساعد على ان احنا نكسر صيامنا. خلاص، معلقه الخل معاها او معلقه ليمون، يعني شويه خل، معلقه واحده خل، معلقه صغيره خل تفاح. ليه؟ خل التفاح بيساعد جدا على تنقية الجسم، بيعلي برضو الحرق، حلو قوي. او عصير ليمون، واحدة من الاتنين ممكن تبدله. خلاص، دي اول ما نصحى. طيب بعد كده
بعد نص ساعة من الفطار، بعد نص ساعة قصدي من المشروب ده بنبتدي بقى الفطار. انا بس عايزة اوضح كمان حاجة، ان انا منزلة النظام ده عندي على البيج، هتلاقوه في اول البيج اول ما تخشوا على سالي فؤاد، سواء تكتبوا بالعربي او بالانجليزي هتلاقوا نظام معمول بطريقة انكم تقدروا تنزلوه على الموبايل. وانا بشكر يوسف جدا، يوسف عمل الشكل ده ومخصوص علشان ايه تقدروا تنزلوه على الموبايل عندكم. الفطار بقى نفسه ممكن يكون عبارة عن ايه؟ احنا قلنا اتفقنا ان احنا عايزين نحاول على قد ما نقدر نقلل من النشويات، النشويات المضرة اللي هي زي الدقيق الابيض، السكريات، الحلويات، المشروبات، العصاير، الشاي اللي مليان سكر، الحاجات اللي فيها سكر بتخلي الجسم يخش في حالة تانية، ما بيخشش في حالة حرق، بيخش في حالة تحويش دهون. فبنخش في حالة ساعتين، كل ساعتين تحويش، كل ساعتين تحويش، كل ساعتين تحويش، ان احنا كل ساعتين بنشرب حاجة، بناكل حاجة صغيرة. لو غلط عمرنا ما هنحرق طول اليوم، لو صح من اول اليوم هنفضل في حالة حرق مستمر ومش هنجوع. يبقى احنا هنفضل في حالة حرق ومش هنجوع لو احنا ظبطناها من الاول، لو ما اتظبطتش من الاول هنفضل في حالة جوع وفي حالة تحويش دهون. يبقى نخلي بالنا قوي من النقطة دي، لان كتير بيصحوا يفطروا ويقولوا انا فتحت نفسي بقى على البحر بقيت اليوم كله. ليه؟ عشان فطرنا غلط، فطرنا دي ابيض، عيش ابيض، مخبوزات، سكريات كتير، الواحد على مدار اليوم كله جعان مش قادر يوقف بقى، لان كل ساعتين بنبقى عايزين تاني نعوض السكر ده تاني. خلاص يبقى نفطر ايه بقى؟ ممكن يكون جبنه فيتا مثلا، في بيتباع منها لايت او قليله الدسم. طبعا احسن حاجه دايما ان احنا ناخد الحاجه قليله الدسم، بالذات الدسم الحيواني علشان ده بيبقى سعرات على الفاضي. معاها سلطه مثلا، معانا ممكن ناخد فول. خلاص الفول من الحاجات بتشبع. ممكن ناخد او ناكل فاكهيه او ناكل على كل واحد على حسب. يعني انا من الناس ممكن اصحى ما اقدرش اكل على طول، يعني اشرب مثلا المشروب اللي انا قلته ده اللي بالعسل والخل وبعدها ما اقدرش اكل على طول اكل تقيل، ممكن الواحد ياكل فاكهيه. فهي الحاجات المختلفه دي على حسب كل واحد ينقي اللي هو عايزه. او زبادي بالشوفان، الشوفان من النشويات الحلوه اللي اللي بتشبع ومش بتخلي الواحد يجوع ومتعليش سكر الدم. او لبنه بالزعتر، او سلطه التونه، او قريش بشويه زيت زيتون وسلطه. السلطه دي ممكن ندخلها على طول يعني في اي حاجه الصبح والظهر. هقول لكم ليه بالليل لا، علشان بتعرقل الهضم شويه بالليل قبل النوم لانها بتحتاج وقت شويه في الهضم. او رومي مدخن مثلا، حاجات اللي هي الحاجات البروتينات الحيواني اللي هي سواء بقى في اشكال الرومي، او انا بفضل الرومي مش اللانشون عشان اللانشون بيبقى مش عارفين اللي جواه، بيبقى حاجه مليانه ممكن تكون مليانه دسم كمان زي السلامي مثلا، واحنا مش عايزين دسم ده. الرومي ما فيهوش دسم، بيبان تنسيله بتاعته باينه، فناخد حاجه زي كده. بيض ممكن معاهم ربع رغيف، مفيش مشكله. للي عايز يخس بقى اسرع شويه ممكن يمنع ربع رغيف ده، وما نقلقش احنا هندخل كده كده السلطه فيها نشويات، معلقه العسل احنا خدناها دي نشويات. بس للي عايز يدي تكه اسرع سنه ما ياخدش ربع رغيف العيش، اللي عايز ياخدها واحده واحده ياخد ربع رغيف العيش. طيب وده هتلاقوه مكتوب برضو في النظام. للغدا بقى نخش على الغدا، طبعا احنا ما بين الفطار والغدا ممكن ناخد برضو فاكهية. الفاكهة ما ناكلهاش ابدا مع وجبة علشان الفاكهة بتعرقل الهضم، يا تتاكل لوحدها يا تتاكل قبل الاكل بساعة او بعد الاكل بثلاث ساعات تقريبا. خلاص احنا معنا تليفون. سما الو، ازيك يا سما عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة. الحمد لله يا حبيبتي. قولي لي بتتكلمي عشان تكوني معايا ولا علشان عندك سؤال؟ لا شكرا، انا بكلم حضرتك عشان بحبك قوي. يا حبيبتي يا سما، ميرسي يا حبيبتي، ميرسي على المكالمة الحلوة دي. طيب نكمل. احنا وقفنا عند الفاكهة. طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل بقى الغداء والعشاء والملحوظات، وهنعمل وجبة سريعة برضو دلوقتي.
بعد الفاصل، وهكمل معاكم دلوقتي زي ما قلت النظام اللي يليق قوي مع العشر نصايح او ملخص يساعد ان احنا نمشي ناكل ايه يوميا، نمشي عليه يوميا ناكل ايه. خلاص احنا قلنا الفطار، قلنا قبل الفطار، قلنا الفطار، قلنا اللي بين الفطار اللي هو فاكهه، ما نكترش برضو عن فاكهيه عشان اكتر من فاكهيه بتزود الايه، بتعلي سكر الدم برضو تاني، واحنا عايزين نفضل سكر دمنا مظبوط، لا عالي ولا واطي. واطي هيخلينا مهبطانين، عالي هيخلينا في حاله عدم حرق. طيب هنخش بقى في موضوع الغدا. الغدا الغدا مشويات، ممكن تدخلوا الفرن، يبقى فراخ لحمه سمك. خلاص انصح اول حاجه السمك طبعا دايما على القمه، بعده الفراخ، واخر حاجه اللحمه. اللحمه برضو عن الرسول عليه الصلاه والسلام ان احنا ما ناكلهاش كتير، ناكلها قليل تقريبا كل 40 يوم. فنحاول اهم حاجه السمك، بعدها الفراخ، وبعدها اللحمه والبقوليات. على الظهر ممكن ناكل بقوليات، بس على العشاء ما ناكلش بقوليات. البقوليات بروتينات برضو زي اللحوم، لكن بروتينات فيها معاها نشويات. وانا قلت بعد المغرب نحاول على قد ما نقدر ما ناكلش نشويات خالص، عشان النشويات ما بتتحرقش بعد المغرب خالص، بتتحول دهون. فاحنا البقوليات جميله جدا، ما بترفعش سكر الدم، فحلوه قوي، بتشبع حلو جدا، ناكلها على الظهر. ومنها كمان موفره معانا، يعني من الحاجات اللي مش غاليه، اللحوم اغلى كتير، فالبقوليات مش غاليه، عشان ما حدش يجي يقول انا الريجيم ده غالي عليا. خلاص هناكل معاه ايه بقى؟ هناكل قبلها شوربه، ونحاول الشوربه دي ما يكونش فيها دسم على قد ما نقدر. الدسم اسهل حاجه تتحول لدسم او دسم حيواني. خلاص احنا نحاول دايما نقنن جدا في كميه الدسم، ما نمنعهاش لكن نقللها، وتبقى دسم مش حيواني، يبقى نباتي، زي زيت زيتون، زيت عباد الشمس، زيت عافية اللي هو زيت ذرة، زيت كانيولا، في زيوت، زيت الحار، كل دي حاجات مفيدة جدا، زيوت كويسة جدا، ومكسرات. طيب والسلطة، والسلطة السلطة كمان، يبقى سلطة ما فيهاش دسم او قليله الدسم، بس عشان ما نمنعش الدسم. ليه؟ عشان بيبقى فيه اوقات جزر معانا، فيمتص تمتص الفيتامينات بتاعته. والشوربه بنشيل الدسم بتاعها خالص، او من المرقه بنشيل الدسم، ان احنا ندخلها الثلاجه الاول فالدسم بيطلع فوق بنشيله، وبتتقدم شوربه، وده نبتدي بيه قبل ما نخش الوجبه، ما نخش في الايه، في البروتينات. هنلاقي نفسنا شبعنا تلقائي. عايزه اعمل بس للغدا برضو وصفه حلوه، بس انا سخنت الطاسه زياده جدا جدا جدا، بس دي المفروض ستير فراي. انا معايا فيها، هيبقى معايا فيها فراخ متقطعه، ودي وصفه سريعه ومفيده قوي. معايا فراخ متقطعه، صدور فراخ عشان دسمها اقل من الاوراك، صدور فراخ، ومعايا فلفل الوان، وتوم مفروم، توابل، وصويا صوص. خلاص مش اللي مش بيحب صويا صوص مش لازم يحط الصويا صوص. نحط معلقه واحده من زيت عافيه، هنحط بقى البصل. لا انا عايزه احط الفراخ معلش الاول، مش البصل، الفراخ. نخلي بالنا الطاسه تكون سخنه، عشان ما تنزلش ميتها. خلاص نكمل بقى على ما دي تسخن. هنعمل ايه معانا هبه؟ معلش يا هبه، ازيك يا هبه؟ عامله ايه؟ ازيك يا سالي؟ عامله ايه؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه يا رب. الله يخليك يا حبيبتي. اتفضلي. معلش ليا سؤال. اتفضلي. انا متجوزه وعندي 3 اطفال. عملت 3 مرات عمليه قيصريه. تمام. فبالتالي بقى يعني افظع مكان في جسمي هو الكرش. جسمك مش بيرجع زي ما كان بتقولي؟ لا اللي البطن. عندي كرش. البطن دي مش بتنزل خالص. طب معلش بقى، او بمعنى اصح يعني بتنزل اخر حاجه لو عملت ريجيم. طيب سؤال، هل هي رهرطه ولا هي فعلا مليانه؟ يعني رهرطه جلد ولا هي مليانه؟ لا فيها ترهلات. ترهلات بس مش هي نفسها مشدوده ومليانه؟
مليانه وتحسيها مترهله كده. طيب خلاص، شكرا على المكالمه. في سؤال تاني؟ شكرا على المكالمه. مبدئيا ترهلات الجلد دي بتبقى طبيعه جسم كل واحده، اللي بتحمل وبطنها بتشد جامد ده الطبيعي طبعا انها بتشد. في امهات ترجع جلدها بيرجع تاني كانها ما حملتش، وفي نوع جلد لا بيرجع فيه ترهلات، بيبقى مش خلاص اتشد ما بيرجعش تاني زي ما كان. فاللي ما بيرجعش زي ما كان ده صعب جدا، ما بيروحش برجيم، ما بيروحش، هي لازم عمليه كده شد كده الجلد وبيتشال الجلد زياده ده. طبعا للي يقدر يعملها ما انصحش طبعا، لكن هي دي برضو الحقيقه، الجلد ما بيرجعش تاني. لكن لو هي زياده وزن فهي النظام اللي انا بنصح عليه مع مشي سريع 3 مرات كل طول الاسبوع 3 مرات، نحاول نمشي على قد ما نقدر. لو نقدر ننزل نمشي كل يوم يبقى كويس، بماده، يبقى فيها ماده، مشي بماده خلاص، نمد، ما يبقاش مشي بطيء، ما يبقاش بنتمشى، لا بنمد لمده نص ساعه لساعه الا ربع خلاص، وننزل نحاول نوصل للوزن المناسب. يعني ايه وزن مناسب؟ اللي هو الطبيعي بيبقى لو شلنا من الطول 100، طبعا في اتجاهات كتير، لكن اللي انا شايفاها انسبها ده من وجهه نظري انا، واللي انا شايفاه عن تجربه، شيلوا من طولكم 100، ده الوزن الطبيعي، ازيد منه شويه طبيعي، اقل منه شويه طبيعي. هتشيلوا 110 ل 115 من الطول، ده الايديال ويت، اللي هو الوزن اللي هو نقول عليه وزن الموديل، وزن اللي هو الرفيع، اللي هو ايه الرفيع، مش هو مازال طبيعي بس الرفيع خلاص. في بقى مراحل كتيره، في بتاع بنتكلم دلوقتي في 15 20 كيلو 30 كيلو في الطبيعي، اللي عايز يكون في اوله غير اللي عايز يكون في اخره، كله نطاق طبيعي، فكل واحد بيحس نفسه مظبوط في حته. لما كل ما نوصل بقى للايديال ويت اللي هو الوزن اللي هو الطبيعي، يبقى احنا كده بنقلل الحتت اللي عندنا فيها مشاكل، يا بطن، جناب، الحتت دي كل واحد عنده المخزون في حته مختلفه. نقول تروح خالص 100%؟ لا، هو شكل الجسم كده ما بيروحش، يعني اللي عنده جناب يعني ما بتروحش، ف بتقل بس حدتها جامد مع النظام ومع ايه ان احنا نتبع رياضه، فبتقل حدتها جامد، ما بتبقاش بتوصل لدرجه ان ممكن ما تبقاش بقى ملحوظه قوي، الناس ما تاخدش بالها بس كده. طيب عايزه بقى اخش في بعد الغدا برضو تاني، اللي عايز ياخد فاكهه او يبقى فاكهه بعد الغدا ب3 ساعات، بس اللي عايز يخس يحاول في اول وقت من النظام، لا نحاول عيش، لا نحاول برضو فاكهه واحده في اليوم، اللي هو اول وقت هبه بتسالني، اول وقت اللي هو عايزين فعلا نخس فيه كده حبه حلوين كده، ممكن نخش مثلا في شهر. الواحد ما يخس، ما تتوقعوش انكم تخسوا بسرعه، كل ما الجسم بيخس هو كيلو صافي دهون في الاسبوع، وده الصح، وعمر ما الجسم هيزيد هيقل عن كده الا لو الدهون قصدي عضلات وميه، ممكن تنزلوا 10 كيلو في الاسبوع، لكن هي عضلات وميه، اكتر من كده اكتر من كيلو الدهون مش هنخس عمرنا، فهي حسبه كده معينه بس عشان مش عايز اضيع وقت الحلقه. عمرنا، فواحده واحده واحد يخس. وايه حاجه عايزه اقول عليها كمان، احنا دلوقتي في شهر 9 داخلين على شهر 10، الجسم هيبتدي يخش في حاله يختزن دهون ويتخن، اللي في الفتره اللي جايه مش هيتخن فيها بس ما خسش ما يزعلش، لان هو كده على الاقل ما تخنش، لان الطبيعي ان الجسم بيبقى عايز يختزن قبل دخول الشتاء، فاحنا لو ما تخناش يبقى حلو قوي نفرح. بس ممكن نلحق اليومين دول نخس لسه، يعني ممكن لسه نلحق ان احنا نخس. معانا شيماء. الو. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بيكي، ازاي حضرتك؟ تمام الله يخليك، انا بحب حضرتك قوي 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 قوي. الله يخليك يا حبيبتي. انا معايا اختي اصغر مني، هي متجوزه، ايوه ماشيه على 10 نصايح بتاعت حضرتك. خست خالص يعني. طب الحمد لله، الحمد لله يا رب. انا بقى معايا مشكله، ان انا من بعد ما خلفت كل ما اعمل دايت يعني كل ما انزل 2 كيلو 3 كيلو وارجع تاني،
طيب يبقى اكيد اكيد بتعملي حاجه بتغيريها او مش بتعمليها مظبوطه في العشر نصايح. ممكن تكوني بتشربي حاجه فيها سكر. بتعملي ايه؟ ايه اللي بتعمليه؟ والله هو انا متعوده ان انا اكل مع جوزي بعد المغرب. طيب بتاكلي بعد المغرب ايه؟ طبعا مكرونه وجنبها اي حاجات خضار. طيب انت كده رديتي على نفسك. ما هو ده اللي انا متضايقه منه خالص. ما انا بقى هتكلم في النقطه دي دلوقتي. انا داخله دلوقتي على موضوع بعد المغرب عشان تبقي عارفه تاكلي معاه ايه. مش هقول لك ما تاكليش، مفيش حاجه اسمها عندي ما ناكلش، احنا لازم ناكل، بس ناكل ايه؟ في سؤال تاني؟ طيب انا الفراخ كده اهو تاخد لون، بتبقى حلوه ستير فراي، يعني تاخد يعني تنزل تتشوح جامد سواء لحمه او فراخ وتاخد لون. هننزل معاها بقى البصل، هننزل في معايا جنزبيل معلقه واحده، جنزبيل بيساعد على الحرق برده جدا. اللي عايز يزود توم يحط. خلاص هنحط بقى الفلفل الالوان وخلاص بقى، مش هنخليها تستوي بقى قوي، يعني الحاجات دي كلها تشويحه سريعه جدا جدا جدا. وهنحط اخر حاجه الملح والفلفل والتوابل والصويا صوص اخر حاجه. نروح بقى لفاصل ونرجع نكمل مع بعض بقى العشاء عشان ده مهم قوي وبتسأل فيه كتير جدا. اهلا بيكم بعد الفاصل. واحنا انا قدمت بس الفراخ، حطيت الملح والفلفل والصويا صوص والتوابل، توابل الفراخ عليها سريعا جدا خالص، ما تاخدش وقت عشان الخضار ما ايه ما يستويش معانا قوي. بنقدمها وتنفع قوي في الغداء وقبلها الشوربه وقبلها السلطه. طيب تاني النظام اللي انا بتكلم عليه ده انا منزله عندي على البيج، بيج سيلي فؤاد، هتلاقوا عليه العلامه الزرقاء، هتلاقوه محطوط فوق، ينفع ينزل على الموبايل عندكم فعلشان يبقى سهل انكم تبصوا فيه. وبرده تاني دي مش العشر نصايح لكن ده نظام ملخص يساعد نمشي على العشر نصايح ازاي يوميا. نخش بقى في العشاء. العشاء بقى ما نحطش بروتينات نباتيه اللي هي بقوليات، لا نحط النشويات البروتينات الحيوانيه اللي هي سواء بقى سمك، ممكن تونه، ممكن تونه متصفيه، ممكن فراخ مشويه، ممكن طبعا لحمه مشويه، الكلام ده كله بس اللحمه ما نكترش منها زي ما قلت. معاها بقى ايه؟ يفضل خضار مستوي ما يبقاش سلطه، عشان السلطه قبل النوم برضو بتعرقل للهضم. احنا مش عايزين حاجه قبل ما نخش النوم او احنا داخلين على النوم تبقى ايه تقيله في الهضم. في ناس هتقولي احنا بنخش ننام متاخر، لو هتناموا يعني لو هتاكلوا قبل دخول النوم بست ساعات، عشان البروتينات بتاخد حوالي مع الخضار هتاخد في حدود ست ساعات في المعده، لو بعدها بست ساعات ممكن تاكلوا سلطه، لكن لو قبلها يبقى ما انصحش، علشان احنا عايزين نخش النوم نحرق دهون بقى ما نخشش ايه يبقى في حاجه تانية لسه الجسم يقعد يهضم فيها. طيب خلاص يبقى احنا قلنا او منتجات البان قليله الدسم. للي مش عايز بقى لحوم ولا فراخ ولا الحاجات دي كلها ممكن يخش في ايه منتجات البان، يعني معانا يبقى هيبقى قريش مثلا، جبنه فيتا، ممكن بيض، ممكن زي اللي هو اللي قلته على الفطار ده ينفع، القريش بيض جبنه الكلام ده كله خلاص، بس تكون قليلة الدسم جدا. لبن قليل الدسم بس برضو ما نزودش في لبن، عشان لبن كوباية بتعتبر وجبة زي الوجبة فما نكترش فيها. طيب نخش بقى قبل النوم، مهم جدا، وقبل لا قبل ما اوصل لقبل النوم، بعد كل وجبة من دي نقول مثلا الوجبات الرئيسية، يعني مثلا بعد الفطار او الغداء، بعد الغداء او العشاء او التلاتة ناخد واحد شاي بس بعدها بنص ساعة، شاي الاحمر بتاعنا العادي عليها نص ليمونه، عصره نص ليمونه بس، نحلي بسكر دايت او ما نحليش، بعدها بنص ساعه عشان يلحق بس الاكل نكون امتصينا الايه الحديد اللي فيه. ليه بقول كوبايتين؟ نحاول ما يبقوش ثلاثه، علشان كوبايات الشاي كتيره والقهوه والكلام ده كله على مدار اليوم لو احنا كترناها بدل ما تساعد على الحرق تبتدي الكافيين الكتير ده يساعد على ايه، على انه بيخلينا نخش في حاله عدم حرق. دي قصه كده عشان الحمضيات بتعلى في الجسم وبي اتش والكلام ده كله حاجه قصه كده،
هي بس اهم حاجه ان احنا نحاول نلتزم كوبايتين في اليوم على قد ما نقدر، ثلاثه. اصل خلوا بالكم انتوا هتاخدوا كمان قهوه اكيد الصبح، فلما يكتروا بقى قوي مش هيبقى كويس، وبالذات انه بيطرد كالسيوم من الجسم، فما نكترش ولا المشروبات الغازيه كتير بتطرد الكالسيوم من الجسم، فمش كويس. ولا الستات كويس خالص، بتجيب هشاشه عظام. طيب قبل النوم بقى مهمه جدا علبه الزبادي، علبه الزبادي بعصره الليمون، نص ليمونه. في قالوا لي احنا بنتعب من الليمون بيجيب لنا سواء امساك، يبقى حطوا بذر الكتان معاه، معلقه كبيره بذر الكتان مطحون، او اللي عندهم مشكله في المعده بتحرقهم في المعده علشان عندهم حموضه يحطوا قرحه او حموضه او كده، يحطوا 6 نقط من فيتامين سي اللي موجود في الصيدليه بتاع الاطفال ده، ينفع جدا 6 نقط، بس برضو احسن الليمون نفسه. اللي عايز يحس ان هو في طعم يحط شويه قرفه بيعلي الحرق. اللي عايز يحس انه بياكل حاجه، علبه زبادي، علبه زبادي على فكره ممكن لايت وممكن مش لايت، بس الاحسن اللايت اللي هي قليله الدسم. اللي عايز يحس انه بياكل حاجه عشان علبه زبادي بتتاكل في ثانيه، يحط معلقه كبيره من الشوفان او معلقتين شوفان الخشن، ده نشويات، لكن احنا حطينا معلقتين او معلقه او معلقتين، فالموضوع متقنن وفي نفس الوقت مش بيرفع سكر الدم، فبيخلي الواحد ياكل الزبادي ببطء شويه ويشبع بعدها. قبل النوم ممكن بساعة، ممكن قبل النوم على طول. الزبادي بيساعد جدا على الحرق أثناء النوم، بالذات من الساعة 11 للساعة 2 بالليل. علشان إيه؟ علشان الفترة دي في هرمون اسمه جروث هرمون بيشتغل بكفاءة. لو إحنا كلنا معاه كلنا حاجة بروتين، بالذات الزبادي بعصرة الليمون بتعلي الحرق، ممكن واحد يحرق صافي 80 جرام في الليله دهون صافي، يصحى صافي كده. الواحد طبيعي بيصحى بيلاقي نفسه خاسس جامد، بس الصافي منهم دهون 80 جرام. طبعا هي بتتراوح يعني عند كل واحد. اللي هيقول لي انا بنام متاخر هو حر، مش عارفه اقول ايه يعني. ايه بتشتغل من 11 ل 2؟ ممكن تاكلوا الزبادي قبل ما تناموا متاخر، لكن هي بتشتغل من 11 ل 2 بالليل احسن حاجه. لازم الواحد يخش ينام كده ويصحى بقى شباب اكتر، يصحى مش بيشتكي من انتفاخات ووجع. وده الواحد يخش يتعشى بس وينام مثلا في فرح او حاجه، الواحد يصحى بطنه كده وجعاه كده ويحس كده جسمه مكسر ومنفخ، وحاله صعبه جدا. جربوا الزبادي بالليمون، ودي متجربه بقى يعني يوميا، بقابل ناس مجربينها بقى لهم فتره بيقولوا لي سحر، فان شاء الله يا رب تفرق معاكم جدا. والشاي بالليمون بيفرق جدا برضه. طيب ايه كمان بقى؟ خلاص ملحوظات بقى المهمه. انا قلت خلاص على الشاي الاحمر اللي نشربه بعد الوجبات، الفاكهه قلت برده قبل الغداء بساعه او بعد الغداء ب3 ساعات، ما ناكلش برده بعد المغرب فاكهه خالص عشان تعتبر من النشويات. كتير بيقولوا لي لا بس احنا نعرف ممكن ناكل بعدها، لا يعني انا نصيحه لا ما تاكلوش. ممكن برتقان، ممكن برتقانه واحده، مش برتقان واحده بس. طيب البطاطس بقى عايزه اتكلم عليها. البطاطس ناكلها مسلوقه او مشويه، ما يتاكلش مع دسم كتير، يعني يبقى حاجه بسيطه جدا، ممكن معاها زبادي لايت، ممكن معاها سلطه، ممكن معاها اي حاجه، بس تبقى خضار بس. الاحسن تتاكل بالحاله دي من غير دسم كتير، والاحسن تتاكل من غير بروتينات. دي قصه تانية بس مش عايزه اخش فيها، بس الاحسن للبطاطس تتاكل كده، مش هتطخن ساعتها، هتبقى احسن كتير جدا عن لما نخلطها بالبروتينات اللحوم، وعن لو خلطناها مع الدسم ما بتطخنش بقى ساعتها خالص. طيب المكرونه نفس القصه، لو كلناها مع ما يبقاش معاها دسم ومتبقاش مسلوقه جامد قوي، وتبقى معاها سلطه او خضار ومش معاها بروتينات ولا لحوم ولا كده، على الغدا تتاكل مكرونه مش مسلوقه قوي ومعاها صوصات مش فيها دسم، تتاكل مع سلطه او خضار مش بتطخن خلاص. طيب كل المشروبات تكون غير محلاه بسكر، سكر ابيض، ما تكونش محلاه بسكر ابيض ابدا. العصاير الفاكهه ما نكترش منها، لانها بتبقى زي الفاكهه عصرنا، فكان احنا واخدين في كوبايه 3 فاكهات، فزي ما قلت اكتر من فاكهه بتزود سكر الدم وبتخلينا مش بنحرق كويس. مشروبات الكافيين والقهوه اللي قلت عليها برضو، ممكن نشرب ايه المشروب الحارق اللي ايه اللي انا قدمته في حلقه وموجود عندي الموقع، قبل الاكل بربع ساعه، قبل الاكل بربع ساعه بيساعد جدا برضو على الشبع. خلاص الوصفه على موقعي. مهم قوي بقى
مهمة قوي نتبع برضو عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، وإيه؟ وكلوا ولا تصرفوا، عشان انا قلتها قبل كده ولا تفرطوا، لا تفرطوا دي المعنى بتاعها، بس هي وكلوا ولا تصرفوا. لو اتبعنا دي هتفرق جدا، يعني كل انا قلت عليه ده ممكن الواحد ياكل منه جامد قوي، لكن مش صح. احنا ناكل منه تلت معدة، يعني نقوم مش شبعانين، ما تقلقوش تلت ساعة الواحد بيلاقي نفسه شبع. لو اتبعنا بس ديننا بيقول ايه، هيلاقي نفسه مش هيتخن مهما اكلنا اصلا، مش هنتخن، هتبقى صحية جدا. طبعا الرياضة بنصح بيها جدا، مهمة قوي قوي قوي، 3 مرات كل اسبوع، على قد ما نقدر نمشي مشي سريع، اللي مش قادر ينزل ينط في البيت الحبل، يجيب مشاية، يعمل اي حاجة، بس اي حركة عشان بتساعد على الكتلة العضلية اللي هي اللي بتحرق. طبعا 10 نصايح برضو فيها ان الواحد يكشف على الغدة، عشان الغدة الدرقية دي لو خملانة عندنا واحنا مش عارفين مش واخدين بالنا مش هنحرق مهما كان، نقعد ما نحرقش. للناس اللي بتسأل على انا مش بحرق والكلام ده كله، يزودوا من اليود اللي هي الاسماك، بتعلي تاني الدنيا بتشتغل كويس احسن بكتير جدا. الناس بتسال على انا برضع، انا عندي رجيم، يعني ممكن نمشي عليه، عندي على الموقع تحت رجيمات، قسم رجيمات، ده ينفع قوي برضو للي بترضع، لكن ممكن تزود النشويات شويه والفاكهه شويه. اهم حاجه شرب الميه على مدار اليوم، نقسم الميه 8 كوبايات، لان مره واحده نشرب ميه الجسم بيطرده تاني، بيستوعب كوبايه كل ساعه بس مش اكتر من كده. خلاص يا رب ما كنتش ناسية حاجة، أنا طبعا يعني بتمنى، بس تابعوا معايا دايما على البيج، تابعوا معايا برضو دايما في بيج تعالوا نخس على 10 نصايح، هتلاقوها على فيسبوك، هنزل دايما بنزل نصايح وبتكلم، يعني بتكلم بقول حاجات جديدة ومختلفة، وهتابع معاكم إن شاء الله. فأشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة حلوة جدا، سلطة المكرونة بالجمبري، بس دي بقى مش يعني هي لايت، بس مش اللي عندهم كوليسترول، والبانكيك بالشوفان اللي يحب يتفرج على، وصوص المانجا الحار اللي يحب يتفرج بقى على حلقة بكرة مسجلة واخدة راحتي فيها جدا، فايه للي عايز يتفرج على الحلقة من غير مقاطعات. اشوفكم يا رب على خير ان شاء الله، يلا مع السلامة.